استاذ فتحي لو سمحت، اتفضل مين يا استاذ يتولى فتحي. المسؤوليه فيما أستاذ يتعلق بالدماء المجيده اللي سالت في ميادين التحرير ومصر كلها في ابان ثوره يناير، المسؤول عنها وزاره الداخليه وحبيب العدلي القاتل، حتى وان لم يحكم القضاء بهذا فهو في رايي انا الشخصي على الاقل هو قاتل ويجب ان يلاحق قضائيا بكل الاشكال وبكل الطرق وبكل السبل، وبقول ده وبتحمل مسؤوليته، بتحمل مسؤوليته، واحترام الاحكام القضائيه، بتحمل مسؤوليه اللي بقوله يا استاذه انجي مره ثانيه. فيما يتعلق بالبني ادمين من قوات الجيش والشرطه اللي قتلوا في 25، اولا ما حدش اتقتل من الشرطه ولا الجيش 25 ولا 28، الجيش تحديدا ما حدش وقع منه على الاطلاق في مشاهد الثوره، نزل وخرج معداته العسكريه عشان يحمي المنشات العامه، وما حدش من المواطنين اعتدى على اي حد من القوات المسلحه على الاطلاق في المشاهد المختلفه، ويعني الدنيا تقدر تحكي وتقول وتدلل على دب، والناس صورت على الدبابات وكانوا بيعملوها زي التوك توك يركبوا ويروحوا بيها ويرجعوا ويهيصوا، يعني ده مش مشهد بتاعت ناس ضد، ده بتاع الجيش والشعب ايد واحده يعني مثلا العقيد وتعظيم السلام من اللي هو الفنجاني بقوات الشرطه يعني المصريه اللي انسحبت، هي اللي قعدت في البيت، هي اللي قلعت الزي الرسمي اللي هو المفروض البدله اللي بيتشرفوا بيها وجريوا قعدوا في البيوت، هم اللي سابوا اقسام الشرطه وسابوا السلاح وسابوا المجرمين وسابوا الدنيا تولع، هم دول اللي سابوا، هم دول اللي كانوا بيسعوا لهدم الدوله مش المتظاهرين ومش الثوار. وزاره الداخليه اللي لم يتم اعاده هيكلتها حتى هذه اللحظه رغم ان طوب الارض طلعوا واتكلموا وقعدوا مع منظمات المجتمع المدني ومع المجلس العسكري وقالوا كان عندنا اخطاء ويجب ان نتلافاها وهنعمل على هيكله، وكلام كله كلام ما حصلش منه اي حاجه. فما ينفعش نيجي نتكلم النهارده عن ان الادله اللي بتقدمها نفس الوزاره اللي لم يتم اعاده هيكلتها ولم يتم تغيير سياستها القايمه على البطش والتنكيل بالمواطنين. يعني ايه اعاده هيكله الداخليه؟ والله تسال فيها سيد اللواء ابراهيم يعني منصور اللي هو السياسه الداخليه ما اتغيرتش. لا لم تتغير السياسه الداخليه. يعني ايه اعاده هيكله الداخليه؟ بس عشان انا شوف ده مش خبير امن ولا خبير استراتيجي، المصطلح ده انا بسمعه من ايام 2011 وكان دايما ممكن ترجع للاستاذ جمال عيد في الشبكه العربيه للمعلومات حول الانسان يقول لك استاذ حسام باجت المبادره المصريه حد من الاساتذه الكبار يرجعوا يقولوا حضرتك يعني ايه هيكله الداخليه؟ اصلاح وزاره الداخليه بلاش اعاده هيكله. انا بس عايز اعرف يعني انا فعلا بسال ترسيخ يعني ايه اعاده هيكله الداخليه؟ يعني يبقى المواطن لما يدخل القسم يخرج منه مواطن عادي ما يتمش اعاده هيكله مثلا، ده شكل من اشكال الهيكله مثلا، ده حاجه بسيطه ان الكمين اللي في الشارع ده حضرتك ما يبقاش كمين للجبايه، يبقى كمين للامان والامان، يعني يبقى الناس تحس انها مواطنين محترمين في الاراضي المصريه. الكلام ده موجود لغايه دلوقتي؟ موجود على المحور، وانا جاي لحضرتك في ضابط كده فندي قد الدنيا بنجمتين واقف هو لوحده عامل كمين كده وحاطط طبنجه ومسقط البنطلون واقف مثبت خلق الله، بيعمل ايه؟ يعني البنطلون انزل عادي يعني ميري بيسقط ازاي حضرتك؟ ما اعرفش انا ما بسقطش بناطيل الحمد لله يعني اهلي مربيين اصل البنطلون ده بيسقطوه بيعمل حجر ضيق البنطلون ميري ما بيتعملش لا حضرتك بنزل اتفرج عليهم دلوقتي في عندهم الجديد ان شاء الله البنطلون ميري بيتسقط؟ يا بيه مش خناقتنا يعني حضرتك بس غاوت قطع وخلاص احنا بنتكلم عن ثوره ولا بنتكلم عن تسقيط البنطلون؟ احنا مش بنتكلم عن امر بقيت اهي بنتكلم عن الداخليه اكمل كلام على كده اكمل كلامي تاني كده الحوار ده اكمل كلامي يعني ظابط ومسقط لا انا لا اسمح لك ابدا خلاص روح اعمل فيها بلاغ لا مش هعمل فيك بلاغ براحتك اعمل الداخليه فيها رجاله يعملوا فيك بلاغ براحتك خليهم لا غلط انك انت تروج هو انت بتتكلم بعد اذن حضرتك حدش لازم يسمع الداخليه لا كلام مش مظبوط طيب لا كلامي مظبوط طيب تجاوز هذه النقطه وانت حضرتك بتقول زياده بعد اذنك بعد اذنك لا الناس اللي بتتاكل في الاسلام لغايه دلوقتي المواطن اللي كان ماشي على المحور من كام يوم مظبوط انت بتاع الزور في كذا هات حالات تخش الاسلام وتطلع ميتين هو ايه؟ انت مش عايشين في البلد انت عايشين في صحراء يا استاذ فتحي نتجاوز هذه النقطه وندخل نقاط بعد كده واحنا بنتحفظ على موضوع يعني لو سمحتي بعد اذن حضرتك طيب هنتحفظ على مصطلح حضرتك قلته خلاص ونكمل وانه بيفرضوا الجبايه على المواطنين لا استاذ فتحي قالوا احنا بنتحفظ عليه خلاص بيفرضوا الجبايه على المواطنين ايه فكره الامن امان المواطن فين انه لما بيعدي على كمين سواء راجل اللي سايق ولا ست اللي سايق عندنا قضيه شهيره في 2014 لزوجة ضابط شرطه وابوها مساعد وزير داخليه وابو جوزها عضو سلك قضاء قد الدنيا اتحرشوا بيها الساده الضباط في الحدائق واتلمت القضيه في النيابه واتحل التفتيش ده سلوكهم في بعضهم يعني مش بنتكلم عن مواطن ثوراجي ولا نكسي ده قضايا منصوره